عشان خاطر ربنا اي حد بيشعر الفيديو خاصين من قدام ربنا يوم القيامه، لان انا اهلي اتدمروا وحياتي اتدمرت. انا ما اذنبتش ولا عملت حاجه حرام ولا خالفت شرع ربنا، انا ما استحقش الموت فعلا، انا مش ضعيفه ولا ينفع امشي في الشارع بنقاب زي ما عملت الايام اللي فاتت. البلوجر هدير عبد الرازق بتنهار على الهوا وطلعت في لايف تاني عشان توضح رأيها، وقالت كنت ماشية في الشارع بنقاب لأني مش قادرة أظهر وشي للناس بعد الفضيحة اللي حصلت، والفيديو اللي للأسف كل الناس بتبعته لبعض دلوقتي، وكمان في ناس بقت بتبيعه بالرغم أنه اللي حصل كله كان مع جوزي. وقالت أنا موجوعة على كل حاجة حصلت لي وعلى سمعتي ومحدش يفكر أني مبسوطة باللي حصل ده. هدير قالت كمان في اللايف بتاعها أنا مش عارفة أبص في وش قرايبي، ليا عم بحبه جدا مش قادرة حتى أكلمه من الكسوف مع أني يعني مغلطتش، وأنا كنت بصلي وبقرأ قرآن وبعمل كل فروض ربنا، وعشان كده يمكن ربنا ابتلاني، لأن ربنا لما بيحب عبد بيبتليه. وأكدت على فكرة إنها ما أذنبتش ولا عملت حاجة حرام، وقالت كمان هدير إنها مش ضعيفة ولا ينفع تمشي في الشارع بنقاب زي ما عملت الأيام اللي فاتت، وقالت كمان برضو زي ما قلتوا إن ليكوا حق تتهموني بالفسق والفجور، أنا كمان ليا حق أقاضي اللي بياكل عيش على قفايا، وأنا ما خدتش جنيه واحد من السوشيال ميديا، عملت محاضر في كل اللي بيشهر بيا. هدير قالت كمان إن الشدة دي ظهرت لها الناس اللي كانت واقفة في ظهرها، وقالت أنا ما تقبضش عليا ولا أي حاجة يا جماعة، حقيقي حرام اللي بيحصل فيا ده. وللي ما يعرفش هدير كانت اتحبست وتم الإفراج عنها بتهمة الفسق والفجور مش بسبب الفيديو اللي اتسرب ليها خالص، لأن الفيديو ده اتسرب بعد ما هدير خرجت من القضية وخدت براءة كمان، وطلعت أكتر من مرة ووضحت إن الفيديو ده كان مع جوزها. حتى لو غلط إن حاجة زي دي تتصور إلا إنه في النهاية جوزها، يعني ما عملتش حاجة حرام. وقالت كمان ان جوزها هو اللي كان بيصورها وان اللي حصل ده كله كان شرع ربنا، وقالت ان شرع ربنا مش بيمنع ان الست تعمل مع جوزها كده، وختمت كلامها وقالت حرام عليكو، كفاية كلام في عرضي وشرفي، انا حياتي باظت ومستقبلي اتدمر ومش عارفة أعيش بسببكم. هدير عبد الرازق بلوجر مشهورة على السوشيال ميديا، تم القبض عليها من يومين تقريبا، والحقيقة إن القبض عليها ده هيخليها تفكر في كل اللي بتعمله مرة واتنين وتلاتة. بس الأول تعالوا نقول لكم كده مين هي البلوجر هدير عبد الرازق. هدير هي واحدة من أشهر البنات على السوشيال ميديا وخاصة على التيك توك، لأنها مش بتفوت يوم غير وبتنشر ليها فيديو أو اتنين، وطبعا مش محتاجة أقول لكم إن كل فيديوهاتها مش مناسبة خالص وكمان مخلة. هدير طلعت أول مرة ترند لما أعلنت جوازها من راجل قد أبوها معدي 60 سنة، وتقال إن عنده كباريه في شارع الهرم، وهدير كانت عارفاه عن طريق الكباريه ده واتجوزته وفضلت معاه فترة بس مطولوش وانفصلوا.